ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. ربنا بيقول ولقد آتينا موسى الكتاب، إيه المقصود بالكتاب اللي ربنا أنزله على موسى؟ التوراة. يبقى ولقد آتينا موسى التوراة لعلهم، لعل قومه يهتدون. يبقى ربنا أنزل التوراة ليهتدي الناس إلى طريق الهدى والصواب وطريق الحق، لعلهم يهتدون. لو طبقوا ما في التوراة في زمان موسى لاهتدوا إلى الحق، لكن من أعرض هو الذي يضل الطريق. وجعلنا ابن مريم، مين ابن مريم؟ سيدنا عيسى. وأمه، أم مين؟ مريم. وجعلنا ابن مريم وأمه، يعني بعد موسى جه سيدنا عيسى. وطبعا سيدنا عيسى ولد ولادة عجيبة، فربنا قال وجعلنا ابن مريم وأمه آية، أن خلق أو ولد عيسى من رحم أمه مريم بدون أب، ودي معجزة وآية تدل على قدرة الله عز وجل. وجعلنا ابن مريم وأمه آية، اسمع، وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. يعني بقى وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. آويناهما يعني جعلنا لهما مأوى، مكان يستقر فيه أو يأوو إليه. هيعيشوا فين بعد ما تولد عيسى؟ فربنا بيقول وآويناهما إلى ربوة. ربوة يعني إيه؟ ربوة في اللغة يعني المكان المرتفع. يبقى كانوا في مكان مرتفع. المكان المرتفع ده بيتميز بحاجتين، ذات قرار ومعين. ذات قرار يعني ذات استقرار. يعني ايه برضو ذات استقرار؟ يعني مكان مهيأ للاستقرار عليه. ازاي برضو مهيأ للاستقرار عليه؟ قال العلماء بما فيه من ثمار وزرع. فاستنتجوا ان المكان ده فيه ثمار وزرع من قوله ذات قرار، لانه لا يمكن انك تستقر في مكان وتمكث في مكان بدون ما يكون فيه مادة للأكل، الثمار والزرع، ويكون مكان لازم يكون مكان مش موحش، إنما مكان فيه أمن وفيه زروع وفيه ثمار. يبقى الصفة الأولى للمكان المرتفع اللي عاش فيه سيدنا عيسى وأمه اللي هو ذات استقرار يمكن أن يستقر ويعيش فيه الإنسان. ومعين يعني إيه ومعين؟ دي الصفة الثانية، إن المكان ده فيه ماء ظاهر للناس. كلمة معين يعني العين بتشوفه، معين يعني العين شايفاه، يعني مش مية جوفية، مش مية تحت الأرض، مية ظاهرة زي نهر صغير يعني. يبقى الحمد لله المكان فيه أكل وزرع وثمار، ومكان فيه برضو مية، إذن ده مكان مهيأ لهم يعيشون أو يعيشان فيه. عرفت بقى يعني وآويناهما إلى ربوة، قاعدين في مكان مرتفع ذات قرار يستقرون عليه لما فيه من زروع وثمار. ومعين يعني يشربون من هذا المعين اللي هو النهر أو الماء الجاري الظاهر المتناول، أو اللي هو في المتناول وليس في جوف الأرض.